والسلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا بالسع، هاي حلقة جديدة، حلقة تكملة مشروع المطار. مشروع كبير الصراحة، المطار مو مشروع صغير. انزين الحين شو ابا انا عند المطار؟ ابا احط ليتات، لكن وين؟ بطريقة انه ينور المكان. بس لحظة، قبل الليتات خلنا نشوف شو بنحتاج. بنحتاج شارع داخلي. ليش شارع داخلي؟ شارع داخلي داخل المطار يقضي حوائج منه المطار نفسه. احنا بنعتبره مال موظفين اتصور، بس ما بيكون نفس ايربورت سي او. لا، ايربورت سي او وضعه كامل غير. هذاك لعبه مخصصه انها تكون بس حق منه، حق مطارات بس، لا اكثر ولا اقل يعني. بس نحن محتاجين مجموعة خدمات تكون تابعة لمنو بالضبط؟ لصديقنا بس المطار، مش تابعة لأي أحد ثاني، ولا أحد ثاني لها أي دخل فيها. يعني المطار لازم يكون عند الأمن الخاص فيه، عند البترول الخاص فيه، عند مساحته الخاصة فيه. لازم كل شيء يكون فقط تابع لمنو؟ المطار. انزين باب المطار هني ابقى احطي ليت هني. ليش سؤال ليت مالي؟ ليش يبقى شارع؟ اوكي، شوف هاي الليتات مالنا، بس هاي اكشوال يعني، هاي كنا هذا ليت مطار، ما في مزاح الموضوع كله. ليت مطار، شوف شكله كيف بينور. انزين كانك رايح المطار بالفعل. نبدا مجموعة خدمات حق المطار الحين. طبعا لا، ما ببدا مجموعة خدمات، خلو حاطي فاسيلتيز مال المطار. اول شيء عندي في شغلات انا ابغاها، مثلا نبغى نحن حق المطار شو؟ تناكي شو؟ بترول خاصة في المطار. واحد اثنين، عندي مطار بهالحجم هذا كم تنكي بترول؟ بس تقولوا لي انتو، بس بعرف كم تنكي بترول. حلو الشكل، بس يا ليته ما كان وايد بعيد بالطريق هاي، يعني وايد فراغ. يا ليت كان التناكي فيه اكثر بصراحة. في بعض الامور اذا بندخل كتفصيل في سيتي سكايلاين، اذا انا بسوي شيء كامل مثلا، وايد شغلات بتنقصني، والله وايد شغلات بتنقصني. انا خير شر يكون وضع يبالي ترتيب. لحظة، حتى تاكد بما ان عندي مساحة وبستغلها، لان سيتي سكايلاين بنزل فيها بلاوي اذا ابى اسوي مشروع كامل. شو يكون متكامل يعني، وايد شغلات. بس شوفوا رصة السولار هاي، على فكرة بالغت شوي في السولار، بس عادي يعني، ما محتاج اسوي الشغلات اللي هي خرافية. اساس اني بيت التانكي بيتات مطار بيكون اوكي. هاي مجموعة تناكي، شو مكتوب على الباب؟ جو ناس دعايات. اوكي مو مشكلة، بس بعرف ليش موظفين يبون يشوفون دعايات. انت بشكل عام ما بالناس تدخل هني. ابا هاي اماكن خدمات حق المطار، فالدعاية هني مو من ابوها. لحظة، اللي بينزل بالطيارة بيشوفها. ايه هني بيكون المفروض ما في مش مهبط، الناس بتنزل دايركت. هذا اي تي سي تور افتر دارك. حلو، تور رادار غيره بعض الامور. هذا بيكون جنب وين؟ المطار، حتى لو الناس تشوفه. شوفوا
كل مطعم لازم يكون له برجر خاص صراحة، وايد تفرق. برجر خاص من الخاطر جدا خاص يكون. تعال انا الموضوع الزبالة ملعوزني ترى نفسيا. بيكون عندنا زبائن المطار تابعة لأمن المطار، أنا بفترض هالافتراضية على فكرة، يعني تابعة لخدمات المطار نفسه، فأحطي داخل وين خدمات المطار نفسه هني. طبعا أنا هني هالمكان مو بنفس باقي الأماكن، ما بفنس أبو باركنج يا الله. انزين نبا باركن 1 باي 4، ايوه هذا هو جنب هذا باركن يكون فيه، وجنب هاي الباركن، بس بكل بساطة باركن. شوف هي الباركن، ليش هذا الباركن تعبان ما في خطوط؟ ما ينفع باركن ما في خطوط، ما ينفعني. باركن والله الحين ما بحط له خطوط، بس اذا 2 باي 4 كان ذاك بعد خله، هذاك خله مو مشكلة جنب التناكي، بس هذا لازم يكون هني. شو خلي تشوف، ما في اي مكان اديمي بركن هني. ممنوع ممنوع فاسيليتي بترول، ممنوع عالم البركن هني. زين فاسيلتي البترول ما نبى الناس تكون جنبه ابدا، خير شر. طبعا بتقولون ليش عندنا ميلتري هانجر، انت شو تبى في ميلتري هانجر؟ لا هذا مطار، اذا استوى شيء، اذا استوى محتاجين تجاوب سريع من حد، شو منو بيتصرف؟ بيكون عندنا نحن في المطار نفسه تنقرات تحب بينها عسكرية، بس مش هني، مش مكان يبين. لا خلى مكان، ايوة عند المطار هني المدرجات. بس ان الناس ترى شوفوا مرات يوم تحط كاميرا مراقبة، انت تحط كاميرا المراقبة بطريقة الناس تشوفها، انت هدف منك بروتكشن، الناس تشوف المكان هذا محمي. هذا نفس الشيء بيكون، الناس بتشوف ان انت عندك شيء عسكري، عندك شيء بيحمي المكان، فبتفرق وايد. زين بخصوص ان انت عندك اثنين، تعال نظف الزبالة اللي هنا. بعدين هذا مسكين سير بينظف. الهدف من الكاميرا انك الناس تعرف ان انت عندك كاميرا، مش تقول اوه والله بخبيها. لا الكاميرا ما تخبيها، الكاميرا تخليها ظاهرة مو مشكلة. وين احطي هذا؟ هذا بحطيه بهاي الزاوية، هاي الرادار هني، وجنب الرادار، جنب الرادار نفسه باركنات مطار، مساحات كبيرة لابد بنحطي بعض الامور، وهذا باركنات زيادة اسمه زيادة. حتى هناك الحين عند المطار نفسه بالدخلة لازم بيكون في وايد باركنات، لان هنا بيكون في مترو، ها بيكون في مترو، فبيحتاج مجموعة خدمات. طبعا بيحتاج مترو هذا غيره ولا خلي بخلي مو مشكلة مشكلة. زين خلنا نرجع لصديقنا هنا. نبى هنقرات مالنا مو بمشكلة، هاي الهنقرات المدنية. خل الناس تشوف ان عندك فاسيليتيز، عندك هالامور كلها موجودة متوفرة عندك. ايوه هو ده، يكون
من هذا اللي بيطلع بيكون كلام فاضي على فكرة، مو ب it's not for actual thing يعني. هذا حق decoration مسوي. هذا decoration purpose أصلا بكبرة. إنزين في نفس الوقت نبغى أهني ليتات، مو بليتات، لا ليتات لحظة نويز، أنا مش خايف من نويز. هذا امتداد أعطى شكل سيارة يعني، وين صار هذا؟ إنزين بيوصل لهم كهرباء مو مشكلة، سيل نفس الميلان بس بعد مو بشي. بتركب موضوع المطار موضوع كبير، موضوع المطار موضوع كبير مو موضوع صغير إذا ما حد يهتم فيه بشكل صحيح بأي شكل ممكن تخيلونه. انزين خلينا نرجع مرة ثانية باب المطار، عندنا هنقرات هناك بوين على اللفة، عندنا المهابط هني، عندنا بعض الشغلات الثانية اللي لازم نوفرها. انزين الزعيم مكتب المدير هذا وين بوته هني ولا الصوب الثاني؟ لا هني جنب الرادار. الناس اي مكان في الدنيا بتروح اي مكان يحبون يشوفون ويطلعون من المباني الكبيرة مكان ملغم، فانت انت 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 يوم تلغم المكان هذا على فكرة مصوب بالكهرباء. انزين يوم انت بتلغم المكان مباني حلوة وهذا الناس بتيجي على فكرة بس حق المباني، انت ممكن تبني مبنى اي شيء يكون مبنى بس اطول مبنى في المدينة الناس بتيجي تطالع، وبصراحة هو شيء حلو تطالع فيه يعني مش غلط ابدا، ليش ما تطالع بالمباني الحلوة؟ هذا السؤال. خلونا نوصل، انا هم بعيب اني ترى مسوي حس طالع، خلونا نوصل المطار اول شيء. انزين بوصل المطار بشبكة المترو اوكي، قبل المطار ونحن نشتغل على خدمات الحين يكون فعال. هذا برك هني تشوفونه بحط المترو داخل المطار مرة بالضبط. انزين بنوصله بالسلسلة اوكي استوى بس هذا هو المهم. انزين بالسلسلة الكبيرة كاملة حلو، بوينت نمبر 1 يوصل العالم بهذا المكان اعتبر ثانك يو. الاخت الثاني يوصل الناس بهذا المكان. انزين الناس بتروح في كهرباء قريبة منه؟ لا. زين لحظة وين اندر جراوند باركنج مالنا؟ وين صار؟ الحين نبغى ايوه هاي لازم يكون عندي مداخل باركنات، مو مدخل واحد مدخلين، واحد اول الدرب وواحد اخر الدرب، انا بيوصل الكهرباء على فكرة. زين شوفوا هاي المداخل مال باركنات تحت الارض مال المطار، لازم تكون لنا مداخل حلوة يعني هني لازم نتختكتك المطار على البوابة شو الناس تبغى، والأجواء حلوة في هالدولة، مطاعم مباني تكاسي أهم شيء، أهم شيء تكاسي، تكاسي أهم شيء مو بنفس الطول هاي شو مو مشكلة كرايم ريت انتو الحين. انزين بنحط هني بعد مكتب شرطة خاص في المكان هذا، خلينا نحط هليكوبتر ديبوت. تكلم انت بمطار
ما عندي هليكوبتر شرطة وين الفايدة كلها؟ يبقى الناس تشوفه بعد من بعيد، خل هالزر شوي. مركز شرطة مرة عند الباب هني، الناس تبي تخلص معاملات، تبي تخلص شي، تبي تسوي شي، مو غلط أبدا يعني. الناس عندها مشاكل، عندها شي. المطافي لا، من ناحية ثانية بيكون ورا الشو منخش شوي شوي منخش. طبعا انه بالمطار لازم يكون عندي فاير ووتش تور، شوفوا لازم يكون عندي فاير ووتش تورز مطار، هذا ما في مزاح الموضوع، ما في لعب. ممكن احط بعد هليكوبتر جيب وتحكم، بغيت اني اسوي الموضوع فعلا يعني something more amazing، حطي يغطي المنطقة هذه كامل بروحه، ما بيقصر وياهم يعني. خلنا نسوي، انا اظن طريق واحد حق هذا اللي يمكن مسوي الأزمة كامل. خلنا نشوف تغير شيء بالتوصيلات، هي غيره هني شوي خلى اريح، مو مشكلة. اوكي الحين نبغى مركز استقبل الناس بشكل سريع، مركز طبي خله جنب الشرطة، خله جنب الشرطة ممتاز يعني. يكون عيادة، حد يا شي، حد تعور، حد طاح، حد على الأقل يكون في إسعاف بالمطار نفسه. لأن مطارنا أصلا بعيد عن العالم، بعيد، لازم يسوي لنا خدمات حقه بروحه. اوكي لحن مشتغل معي انزين، يبالي شيء المهم اللي هو هاي واي كونكشن. لحظة، مدينة مستقبلية من هني، بنطلع من هني. اوكي لازم نحط الهاي واي كونكشن وين هني. ابا اضبط هذا وين هني، نظبطها بالطريقة حلوة يعني. لحظة خلنا نشيل هالكونكشن من هالمكان، انزين ونجيب هذا بعد بشل. اوكي نظبطها هذا وين، هذا الميلان. اوكي وين الهاي واي مالي؟ نبغى هذا، بس سالفة شي. لكن اوكي ممتاز، بس بوصل الشارع يكون بنفسه يعني، مو مش حبة فوق حبة تحت. اوكي بس يبالي شوية هاي واي بالطريقة هاي، يبي العيد انزين، يبالي يكون ملتف في الهاي واي حتى انت هني، ما ينفع الزاوية هاي، الزاوية هاي ما تنفع في الهاي واي. اوكي الطريق هاي استوى عنا هاي واي، بيدخل على شارع كبير رئيسي في نص المدينة. هذا بيكون شارع واحد بس انه الزحمة تنصب فيه، ست شوارع هني، كنا سنتر ولا كنا بالطريقة هاي يعني. الناس بتشوف هني، مو مشكلة يعني. لحظة هني، اوكي بالطريقة هاي، لا جميل الشارع هذا، جميل ممتاز. رقم واحد بصدق، نبا شارع هذا مو من هناك، لا من هني بتوصل لين هني، مو بسيد الشارع بس خله عادي. اوكي بالتقاطعات هاي، الناس اذا بتجي عن طريق الهايوي
هني ممكن تكون في مدينة، أبغى أسوي مدينة بس صغيرة هني، فيها حق الموظفين، حق الخدمات، حق هالأمور، حق هاي السوالف، حق الصناعية، حق الصيانة، كله يكون قريب المطار، ما يكون بعيد، كله يكون وايد قريب المطار يعني. ها الطيارة تشوفونها؟ شوفونها؟ والله الطيارات استوت عندنا الحين. نبى تاكسي وي والله. لازم تكاسي. اوكي. المهم ها كان وقتنا للحلقة. استمتعوا بشكل الطيارات. ها كان وقتنا للحلقة ان شاء الله. بكمل الباقي في حلقة قادمة. بس ما تشوفهم قاعد يستعملون المطار ابدا اصلا. المهم بتشوف شوف بعدين، انا خلي يكون انه شكله جميل. تبون صدق يعني يكون عندي مطار كبير ظهر، ممكن يستقبل زحمة، يستقبل عالم، ممكن نحط انترناشونال ايربورت ونعتبره مهبط فقط. مش انترناشونال سوري، الايربورت العادي هني، نحشيه ورا الانترناشونال ايربورت ونعتبره منزل، امور طيبة، نكون كونكشن كبير، لان لازم يكون في مطارات اصلا غير في الخريطة، بتكون كبيرة ضخمة وايد. بس مثل ما تقولون هذا هو الجزء الضخم، هذا المطار بيكون، بس لازم نوصل بعدة اتجاهات، بعدة امور، وبايد شغلات، مش مجرد وان هاي واي كونكشن ومع السلامة وانتهى الموضوع. لا، ما بيشتي بالطريقة هاي، بيكون افضل وايد. خلنا هم يكون مسكر نفس الشيء يعني. ذكرت توي تبون صدق، هذا يتر حق اللي يبه. بعدين يبى سوي مدينة هني ولا شيء، لازم بسوي مدينة هني، وصلة قوارب وزوارق، مدينة هني، مدن عالية موصولة بباقي المدن، أماكن شاطئية، فلل سياحية، سكنات، هالسوالف. تشوف طيارة من بعيد جاية، خريطة ضخمة بنستعملها، بنتوزع على مساحات كبيرة مش على مساحات صغيرة. ها صناعية ما بتكفينا، بسوي صناعية ثانية طبعا، لازم أسوي قطار ودنيا. المهم هاي كان بخصوص حلقة اليوم، وانتهى وقت الحلقة. إن شاء الله نكمل معاكم مشروع المطار، طول شوية اسمحوا لي إذا مللتكم في مشروع المطار، لكن بعده بيتواصل إن شاء الله في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله.